مهمة عربية بنكهة عالمية تجمع بين الأهلي بطل قارة أفريقيا والعين الإماراتي بطل دوري أبطال آسيا. ما أجمل لقاء الأشقاء في تنافس شريف على أرض الملعب يغلفه روح الحب المتبادل بين دولتين كبيرتين بحجم مصر والإمارات. أنظار الملايين من عشاق كرة القدم تتجه في 8 مساء اليوم إلى استاد القاهرة الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين الأهلي والعين في منافسة ربع نهائي بطولة كأس القارات للأندية. تلك البطولة المستحدثة والتي تجمع أبطال قارات العالم في شكل جديد ومتطور لبطولة كأس العالم للأندية. الأهلي يواصل مطاردة حلمه في تحقيق إنجاز أكبر على الصعيد العالمي بعدما حقق من قبل 4 ميداليات برونزية في كأس العالم للأندية، ويتطلع المارد الأحمر إلى التأهل إلى نهائي تلك النسخة وتحقيق ميدالية بلون جديد. الأهلي يحتفظ بالعديد من الأرقام القياسية والمميزة في مشاركته العالمية، وبتواجده في لقاء الليلة يؤكد أنه الفريق الوحيد الذي لعب في كل الملاعب بالدول التي استضافت البطولة التي تجمع أبطال القارات، وكانت الملاعب في اليابان والإمارات والمغرب وقطر وأخيرا السعودية شهد على تواجد المارد الأحمر وجماهيره التي زينت المدرجات. وتألق لاعب الأهلي في تلك الملاعب وصعدوا على منصة التتويج 4 مرات، بينما فريق العين حقق إنجازا كبيرا من قبل بتحقيق الميدالية الفضية عندما تأهل إلى نهائي نسخة 2018 بمونديال الأندية في مشاركة تاريخية بعدما عبر عقبة ريفر بليت الأرجنتيني في دور النصف النهائي، لكنه خسر أمام ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية. استاد القاهرة سيكون في أبهى حلة وجاهز لاستقبال تلك المباراة التي تحظى بجماهيرية كبيرة من المحيط إلى الخليج، وسيكون استاد الرعب في الموعد ليكون العالم شاهدا على حضارة مصر وقدراتها على استضافة كافة الأحداث العالمية الكبرى. وسيشهد لقاء اليوم تتويج الفريق الفائز بكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي، بالإضافة إلى ضمان الحصول على مليوني دولار على أقل تقدير والتأهل لدور النصف النهائي الذي سيقام يوم 14 من ديسمبر المقبل، بينما سيكتفي الفريق الخاسر بالحصول على مليون دولار. فلمن تبتسم الساحرة المستديرة ويستكمل طريق العالمية أملا في التأهل إلى نهائي البطولة ومواجهة ريال مدريد الإسباني المتوج بلقب أفضل نادي في حفل الكرة الذهبية.